سيداتي آنساتي وسادتي، المشموم تيست باش تجربوا باش تاكدوا الى عندكم شكوك في العلاقه. ما بقيتوش فاهمين، ما بقيتوش عارفين شنو واقع، بغيتو تفهموا شنو واقع، بغيتي تاكد، نديروا المشموم تيست على اذاعه ايتغاديو. هادشي غندير مع رشيد. شكرا رشيد، كلشي بخير حبيبي، صحه لاباس. صباح الخير مومو، بخير اخويا. اليوم اتصلت بك خويا مومو. مرحبا اخويا رشيد. غتجربوا ناديه من مدينه الدار البيضاء. الدار البيضاء اخويا جديده، ما كاين مشكل. انا راني بوغيت في ديك 10 سنين العلاقه اللي عندك معاها. هي 10 سنين ديال العلاقه معاها. واي علاش؟ كيفاش؟ كي سباس؟ دوزنا علاقه زوينه ودوزنا علاقه خايبه. هذا 10 سنين، هذا 10 سنين، هذا 10 سنين قطعتو فيها ورجعتو، قطعتو ورجعتو ياك؟ شي 3 فوا حنا كنقطعو ورجعو، نقطعو ورجعو. مؤخرا قطعنا تقريبا شي شهرين دابا. ويلا رجعنا غير تقريبا دابا واحد السيمانه دابا باش رجعنا. واخا وهي مطلقه عندها وليد. مطلقه عندها وليد. وانت انت مطلق؟ انا لا ما مطلقش، انا باقي من عند وليدات وقي مر عندي. انت مزوج انت؟ مزوج. وكيفاش؟ وعندي ثلاثه الوليدات الحب وما يدير. وكانت ثلاثه الوليدات مع ناديه اللي انا عيطوا لها؟ لا لا مع مرتي ماشي مع ناديه. ومرتك في خبار عندك علاقه مع ناديه؟ في خبار عندي علاقه وكما عارفه شكون. اشرح لي يا خويا. 10 سنين. اشرح لي يا خويا دابا، اشرح لي اشرح لي نفهم، اشرح لي نفهم. ناديه 10 سنين وانا كنعرفها، كانت خدامه في علقه وكنت كنعرف مام، فهمتيني؟ مام درنا علاقه بيني وبينها فيما كنسافر كتجي معايا، فهمتيني؟ كاين لها واحد الدار كذا، كنخلص كرا كل شيء بحال المراه مع راجلها، فهمتيني؟ بقادنا غير هذاك العقد ديال الزواج هو اللي باقي. واخا ومرتك ما محلوها في الاعراب في هادشي كامل؟ واش هي واش انت مفارق مع مرتك؟ مطلقيش مفارقين ولا ساكن مع مرتك؟ لا باقي ساكن مع مراتي. وشنو قررت واحد النهار انه انت تكون لك علاقه مع شي وحده اخرى ودنيانيه؟ انا استغربت بها وليت كنبغيها، فهمتي داك الشيء علاش؟ ومرتك بخبرها انه كتبغي واحد السيده وحده اخرى؟ عرفت بلي راه كنبغي واحد السيده، وعرفت بلي انا مع واحد السيده، ولكن بالضبط شكون هي ما كتعرفهاش شكون هي. ومرتك ما عندهاش مشكل؟ راه تعرف العيالات كيكون واحد شويه الغيره، فهمتيني؟ ضروري في تيتي فين جيتي شكون اللي صيفط لك ميساج، فهمتيني؟ هذاك الشيء كيكون بعض المرات هما كندوي لها خاويه في عامره وكندوب داك الشيء. لعب كره خاويه في عامره؟ واه كنميت انا بلايور، فهمتيني؟ كندير ستوب انا. واخا دابا انت السيده هذه عندك علاقه معها وهي ما عارفك مزوج؟ عارف مزوج. واخا وشنو كتقول لك على انه انت مزوج؟ شنو الراي ديالك في هذا الشيء؟ كتقول لي ودي خاص ديروا العقد ديال الزواج، فهمتيني؟ خاص انت ديروا هادشي. يمتى نتزوجوا؟ هادي كنقول لك. ومرتك كتقول لي، ومرتك كتقول لي انا قبل العلاقه اللي عندك مع ناديه هي ما عرفاش انا ناديه. ما عرفتش هي ناديه، ما عرفتش انا مع شي وحده. هي كتقول لي ودي الا بغيتي شي وحده سير لها ولكن تفرق انا وياك. كتقول لي لا ما يمكنش هي تفرق، فهمتي؟ وهذا الشيء ما نتزوج ما نقدرش. واخا انت بغيتي تفرق، علاش بغيتي تفرق مع مرتك؟ لا ما بغيتش نتفرق معاها انا. علاش؟ عندي معاها وليدات، فهمتيني؟ وكنت كتبغي مع واحده اخرى رشيد؟ واخا كنبغي، عندي جوج قلوب، واحد قوش واحد دروا. انت سوبرمان، سبايدرمان، انت هولك، انت بول قلوب. بول قلوب رشيد، بول قلوب. واخا ودابا مرتك ترونكيل مع هذه القضيه هذه بان هي عارفه انك علاقه انت كتبغي واحد السيده واحده اخرى، ما عندهاش مشكل يا اسطى؟ لا ما عندهاش مشكل. بخير. واخا وهاد السيده هذه ناديه انت اللي كاري ليها وانت اللي كتصرف عليها؟ تقريبا دابا شي شهرين ما بقيتش صرف فيها، ما بقيتش خلصت حتى شي حاجه. واخا علاش؟ من صافي تفارقنا، فهمتيني؟ فاش تفارقتوا؟ واحد دابا كتكون مع بعضيها تكون كتصرف عليها وكتعطيها وكتخلصها كرا، فاش ما كتكونش معاها ما كتخلص والو. ما كنخلص والو، ما واو. وعلاش بتجربها؟ نجربها ولات عندي شكوك، فهمتيني؟ تيفون بعض المرات كنلقى ميساج فين الزين، فهمتيني؟ وفين شاده، شنو كديري، فهمتيني؟ بعض المرات كتعيطي تقول لي انا غادي نمشي للبلاد، انا واختي كتمشي للبلاد، واش كتمشي ولا ما كتمشيش؟ كتقول لي اختي تما، ملي كنجي انا بعض المرات عندك كنلقى اختها كاينه حتى هي. فاش اختك قلت لي مشات معك للبلاد وغتغدى عندي، كتقول لي صافي راه جاي براسها. بعض المرات كنعيط لها كتبغي تجاوبني. بعض المرات كدير الكود ديال التليفون وتخلي نشوفه. اييه. كيكون عندو لي زابيل في الواتساب ديوات، كمغرسان كتقول لي لا ما تخش ليهم. وانا التليفون كتهزو كيما بغات، تصمت كيما بغات. واخا رشيد. غادي نعيط دابا رشيد. مرحبا. انا بغيت نهضر مع نادي انايا. مرحبا. بغيت نتعرف على نادي انا، بغيت نعيطو لها دابا ناو ناو، نعيطو لها دابا. شو نيت واش عندها شي علاقة مع شي آخر ولا لا؟ واخا.
وهادشي عندك مروان اخويا رشيد بزاف. هادشي عندك موزع لك شي مزع لك هادشي. انا الناس بقاش انت مزوج ومرتك عارفه انا عندك صاحبتك وصاحبتك عارفه انا عندك مرتك وصاحبتك بغاتك تزوج بها ومرتك مباشره بغاتك تزوج مع صاحبتك وكتصرف على السيده وتفارق معها وتلقى معها وهادشي دام لمده 10 سنين. هادشي بزاف اخويا على العقل. مزيان هادشي العقل والروح مزيان شتي. نعيطو رشيد ثلاث شروط مهمه جدا في الماشفوم تيست. الشروط ما عاد كنقولها كاع ما عاد كنقول هاد الشروط. الماشفوم تيست هو تيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف تعزك انت ما تعزكش انت الا ما عزاتك انت غير بلاتي حتى وانت اللي تنخصك لابد تهضر معاه في الاخر باش ما كان. واخا رشيد واخا اوكي جربوا نعيط. الو وي اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله. ياك ما فيقتك من الناس؟ لا. اش اخبارك لاباس عليك؟ نقدم لك رساله. لا مرحبا معك فاتي من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد ومره كنديروا واحد القرعه صغيره. مبروك عليك هذه المره تعزتني ميغو التليفون ديالك وربحتي معنا مشمون ديال الورد. تقدري تهدي الحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك. عطيني السميه ديال المدينه رقم التليفون كنصيفطوا ليه حتى لعندو من طرف بيان سور. لما تبغي تهدي هذا المشمون ديال الورد اللي ربحتي في راس لي انا يلا مات الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ويسع عليه. ناديه اش اخبارك ناديه؟ بخير لاباس. كي دايره الصحه لاباس؟ بخير. معك مومو عرفتيني؟ وي راك معنا في الماش ممتاز. كاين واحد السيد اللي ما عيطنا باش نعيطو لك باش نجربوك. شكون هو في نظرك؟ شكون هو؟ اييه ما عرفتش والله ما عرفتش ما عرفتيش. واخا ندوزو لك هضر معاه. الو الو وين ناديه؟ بخير الحمد لله. معك رشيد؟ نعم رشيد. كي دايره؟ بخير لاباس عليك؟ لاباس لاباس. وعلاش ما عزلتينيش؟ الو ما عرفتش. شنو اللي ما عرفتيش؟ والله ما عرفتش. ما عرفتيش انا. واعر هادي واعر هادي هي احسن اكسكوز مغربيه. علاش ما مشيتيش؟ ما عرفتش انا براسي ما عرفتش. وين ناديه؟ الو ناديه قطعت. حيت ناديه حصلات هي راجله ميت هي كما قالت؟ لا ما ميت. واخا تكون هي قتلاتو في قتلاتو في قتلاتو. الا بغيتي نعاود نعيطو نعاود نعيطو رشيد كيبان لي. بغيتي نعاود نعيطو مرحبا نعيطو عاوتاني. شو بغيتي تقول لها رشيد؟ شو بغيتي تقول لها؟ بغيت نسول نقول لها اش ما عزلتينيش وشكون اللي كاين في حياتك؟ اما العذر قادر. صافي مشينا العلبه الصوتيه مشات. صافي التليفون طفى. صافي رشيد شنو معقول دير؟ غادي نتفارق. واخا شنو معقول دير مع مرتك؟ لا صافي غادي نرجع لمراتي من الاحسن. دابا خصنا نعاود نعيطو لك في الكونتاكت مع مرتك دابا باش تعتذر لها. انا مصالح معها. انا مصالح معها مراتي. واخا خويا واخا شوف قد الامور حبيبي قد الامور في حياتك حيت هادشي اللي عاودتينا راه مزعلك من صافا با. دابا انت بان لك اللي كاين وعرفتي شنو كاين شنو واقع. حاول تقد الامور مع مرتك يكون خير ان شاء الله. رشيد ان شاء الله. شكرا مومو خويا كنشكرك بزاف. مرحبا. شكرا رشيد. انا على قبل هذا المشروع تيس شنو الراي ديالكم؟ عيطونا 0530300. الراي ديالكم نتوما 0530300. عيطوا ونتكلموا دابا شويه على اذاعات ايتراج. مرحبا. ستوندار غادي ترتق من بعد المشروع تيست مع رشيد. الراي ديالكم فاش اللي سمعتوا مرحبا. عيطوا 0530300. ناديه اش اخبارك؟ لاباس الله يبارك فيك. مرحبا لالا. مرحبا ناديه. الحمد لله. انت ماشي عيطنا على قبل المشروع تيست؟ لا انا مش ممتاز. لا لا ماشي تي عيطنا عليك. لا 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 بغيت نعقب غير على السيد هذا اللي دار اللي كيدير الخاويه العامره لمراتو حتى هي الاخرى دارت ليه خاويه وعامره كبيره. انا كانت كتعاشروا لمده 10 سنين وكيصرف عليها وكيخلي ولادو. كيفاش هذا الراجل هذا هانت عليه العشره ديال مراتو وولادو تيقول لك بغى وحده اخرى؟ راه زعما سي غريب. اغرب مش شفتو معاكم وتيقولها بكل ثقه في النفس وبوجه حمر عندي وحده اخرى مرتاح كل الراحه. زعما ما ضروش دوك الوليدات اللي عنده ما ضراتوش ديك المراه اللي صبرات معاه في الحلوه وفي المره وطالعه وفي الهبطه وزعما تخلى عليها بكل سهوله. لو كان قلبنا المعادله ودرنا بان مراته هي اللي كانت كدير نفس الشيء ليه هو كي غادي يحس
ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش هذه هذا ولا شيء علاش ما يمكنش علاش المستوى في كل شيء ما يمكن عارف المستوى في كل شيء لا 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 ممكن 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 زعما كيف ما هو كيعيش هاني وكينعس في المخده ديالو كيدخل على ولادو ما شاء الله هو واحد لقيته وقال واحد لقيته كيقول ما مرتاحش ما كيعيش بالليل حاجه بحال هذه اللي غيكون في الحاله هذه واخا ما مرتاحش ما مرتاحش لو كان جرات في شي حاجه في ولادك نقولوا ما مرتاحش لو كان جرات في مراتك نقولوا ما مرتاحش الوغ ما مرتاحش مع اون اوتر انت ما عارفاش واش متزوجه واش مطلقه واش عندها شي حد اخر كتعاشرها وتتعاشرو زعجب زعما سي غاف ناديا شوف ما تقلقيش حسيت بك عصبك هذا المشروع تاع ما تقلقيش وهذا هادشي راه شوفي راه في مجتمعنا كاين كلشي كلشي كاين هادشي ديال لي كوبل والخيانه كاين كلشي كاين هو الضمير لا ما شوف بنادم وعدك بنادم اش غادي دير غادي تعاود تعاود لي ميزاجور ديال الماء وهكذاك عايش بحال هكذاك دابا بكل صراحه بالنسبه لرشيد حتى العلاقه ما مرتبطه بالشرات ما يمكن والو ما يمكنش تكون المراه غتقبل انا واحد كان كان مصاحب عليها 10 سنين ومن بعد غادي يجي يتصالح معها حتى النهار اللي تقبر انه الاخرى حتى هي لعب عليه سبسبوسي ما يمكنش ما يمكنش فهمتي ما يمكنش هادشي هادشي ما يمكنش ولكن هادشي راه كاين هادشي راه واقعي هادشي راه ماشي سينما هادشي راه موجود هادشي راه بصح فهمتي الله يسر الله يخرج من العيب العيب والقلت المعقوله كتعطي هادشي الواحد خصو يكون معقول ويحضر عقله يخمم وما يزربش شكرا نادية الله يحفظك نادية وكنسمعوكش مزيان شكرا نادية شكرا نادية من الرباط شكرا بزاف كي بزاف الناس كنهضروا معاكم مزيان واش اخبارك بخير بونجور مومو سلام كومون فاتشو كلشي بخير شكرا لك كازا مرحبا لاله ميرسي ساعتي شنو كنت غادا نخدم سي نورمال انا جو سوي بريسكريبتريس دونك تنمشي عند لي زاركتيكت وديما تنصنت لك اي فرونشمون عيطت هاد المره باسكو عصبني لو سوجي بزاف انا سمعتك وسمعت نادية وفرونشمون عيطت عليك لان جو سور كو انفا جو سي كو دايوغ جو تكوني انا راه كنت جيت ان 2012 ومهم بغيت وتلاقيت معاك ما علينا انايا علاش عيطت لان هاد لي سوجي تضروني لي سوجي مجتمعيين تضروني بزاف في خاطري انا وياك ونادية وبزاف ديال الناس في المجتمع عندنا هاد الفكره ديال حشومه اونينمون عيب كيفاش رشيد اس اس سي رشيد مع كل احتراماتي لك تتقبل وبالضحكه وتضحك انك بعلانيه فضح مرتك انك تدخل 10 سنين مع واحد السيده خلاتها نادية ما عرفتي المرض اللي تجيب لمرتك ما عرفتي المرض اللي تدخل لولادك مع كل احتراماتي السيده الاخرى مع الاسف هي اللي حطت راسها في هذه الوضعيه ياك وتضحك وتقول درجه جبتيني اللي قلتي ليه بول قلوب باوي وهو بكل ثقه لا لا انا ما نطلقهاش لان عندي معاها الاولاد ابو وهذيك الشخص اللي عندك معاه الولاد ماشي انسان ما عندهاش احاسيس ما غاديش ما غاديش يجي مسكينه اللي حق العيالات اللي فيها السكر اللي فيها الطونسيون اللي ماشي نورمال غادي تلقى راسها وحله بولادها على واش خدامه ولا ما خدامهش واش عندها لي فخي باش تقدر يطلب الطلاق فورسيمون هذه الهضره تدور في راسها غتبغي تستو السيده هي تطلب الطلاق واش غتقد على ولادها ولا ما تقدش اشنو هو الحل اللي المجتمع تعطي وصبري راه راجل ما عندك ما ديري ايوا ديك هذاك الكيان راه مشكله راه الحمد لله كاين اون بارتي ديال المغاربه اللي فيهم منهم راجلي ومنهم انت اللي تتعترفوا بنا اننا حنا العيالات كيان اوني دي فا دي زوما ا بار انتيير اون ا نو سنتيمون اون ا نو اكزيجونس اون ا نو هرمون اون ا تو واش انت يا السيد هو اللي تقسمي انه واخد بواحد البروده وكي كي كي وهو راه يفول ديغ راه تصيد حرفيا تصيد من كاع واحد تصيد من كشخص تصيد من كانسان تصيد من كراجل تصيد من كوحده لا حول فريمون جو سوي دون تو مي زيتا مومو بقات فيا مرتو بزاف تنتمنى يا ربي ما عرفتش امتى مجتمعنا غادي يوعى من هاد الـ هاد الـ هاد, الـ هاد القضيه هادي ديال ان راه المراه راه سي با اون اكيز On n'est pas des acquises, messieurs. On est des femmes à part entière. Il faudra nous respecter, respecter. Ma britannique, si, on a eu quand même fait niche. Ou les dix, on a qu'un des hommes. Ha, on m'a, ha, on m'a fait le reste comme il y a. Ha, on m'a fait le son, c'est la business. Ou tu vas à l'acte, ou le mgharbaï, c'est le mot. On a fork, ma bine, mara, ou rajel, ou fork, ma bine, abou, ab. أب وأم علاقة المرأة والرجل راه تحبس بالطلاق مي با فورسيمون علاقة الأم والأب تتبقى دونك ما خاصش هذاك الطلاق ديال وا درتي ليا واو الدراري سي لي دوماج كولاتيرو ما ولادو
واش نقول لك الاولاد شوفي ما تعصبيش ما تقولش تعصب على هادشي لا ما تقصيش لان ولينا شوف هادشي كاين شوف سواء شي تفقس ما تفقسيش غادي كاين وغادي يكون وموجود وكاين وكاين ايوا والله ما غنزيدو بهاد البلاد القدام راه توتي غولاتيف راه سي غولي راه ما غنزيدوش بهاد البلاد القدام هادي هادي معلوم بان الاحترام ديال المراه ودير المراه في القيمه ديالها وتتعامل معها وتتراعي المشاعر ديالها والاحساس ديالها شي حاجه اللي مهمه جدا 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 الله يصايب الله يصايب يفو سافوار كيما حنايا تنقصنا احترام لراجلك راجلك فوق راسك كوني ليه عاون كوني ليه سند ما تحاسبيش معاه عنده شي حاجه عنده شي مشكل وقفي معاه فرحوا في برو راه تا هما لا ميم شوز راه فرح المراه اه من تشوف راجلها فرحان ولا ولادها فرحان راه الي كونتانت مي الي كونتانت راه عندها دو بوست راه سيت اون ميغ سيت اون فام سيت اون فام اي اون ميم تان سيت ان هومان سي اون فام Zineb, ma fiche que tu te barres relax. Tu veux faire le challenge avec nous? Allah, essaye. C'est ça le challenge? Il faut répéter. Yalla, d'accord. Attends, je vais t'en remettre, il faut pas marche pas si tu as ça pour l'amour là c'est لا ولي قدني وسالا معايا وحتى عرفها بلي ما كايناش معاه وبلي ما على بالهاش عاد قال لك حق غيمشي يتصالح مع مراته بول قلوب بول قلوب فهم الدنيا بالمقلوب وقلبات عليه تقلبات عليه القفه وما خباروش بول قلوب عاد راه فيه السلام عليكم ما تعصبش انت اخويا معصب اخويا واش اللي سمع هادشي هذا ما يتعصبش اخويا ومومو راه كاين اخويا والله اخويا لا عصبنا بالله هادشي كاين اخويا ولكن شوف طبعا اسمح لي هادشي كاين ولكن البنات كيديروا مستور ما غاديش يفضح راسو ويفضح مرتو ويفضح ديك السيده وكتهضر مع المجتمع بحال انت هادشي اللي كدير زعما راه ما فيه حتى شي حاجه ديال العيب ولا حتى شي حاجه ديال الخطا واش انت عندك خيانه ديال الخيانه الزوجيه وقاس كتهضر وتقول حقا انا عندي علاقه مع واحد السيده وباغي ندير ليها التيست وانت خصك لي دير لك التيست بعدا نعم سي مومو انا عبد الرافع ما تقلقوش لانه هذا المبدا اللي هضرت عليه انت هو اللي مهم جدا في القضيه هذه دابا هادشي كاين موجود يعني كنت هضرتي على المستور وهذه المساله هذه كاينه في الثقافه عندنا وقللت منذ سنين تقللت دابا حيت كاين شي كانوا شعوب اللي كاينين وما كان حتى واحد كيهضر عليهم وما كانش حتى واحد خصو يهضر عليهم باش حتى واحد ما يستقر لهم خبر انهم كاينين بحال الا فوالا بحال الا الناس خبروش هما غير هما ماشي ناس ما خبروش هما الحوايج اللي كاينين هما الظواهر الاجتماعيه اللي كاينه وكل شيء في خبارو ولكن انا في خباري وانت في خبارك وحياتي في خبارو ولا مي في خبارو كي ما نهضروش عليهم علميك علاش؟ ما نهضروش عليهم باش ما نعطيهمش واحد المصداقيه لا علاش ما كتعطيش مصداقيه باش ما غنوليش باش ما نوليش انا اي واحد سمعني يقول فريمون كاين هادشي في المجتمع دونك راه ماشي انا بوحدي اللي غلط لا دونك ماشي انا بوحدي اللي غير سمح لي سي مومو انا ماشي بوحدي اللي كندير الغلط دونك كاين واحد اخر كتولي بحال هذاك الساعه صافي كتولي عندك عاده كتقول صافي انا ماشي بوحدي اللي فيا الديفو ملي ما كتسمع بحال هكا ولكن انت غادي يسمع الكريتيك من عند الناس ويقولوا له لا هادشي اللي كدير غلط وهادي واحد اخر غادي يسمع هادشي هذا ما غاديش داكشي اللي دار السيد لان هادشي اللي دار السيد هذا نورمالمون هادشي ما كيديرش وما كيتقالش دابا انت قلتي انا واحد اخر فهمتك بعد اخر ما يسمعو حتى هو كيدير بحال راه اللي دار معنا مشو حتى هو كيدير بحالو غادي يقول صافي راه كاين انا اللي كيدير بحالي ما كاين مشكل لا خويا انا باش لا انا كنشوفها لا انا كنشوفها بجهه اخرى انا كنشوفها بجهه اخرى انا كنشوفها انا كنشوف بجهه بالعكس كنشوفها من اللي غادي يبدا يدير هادشي ولا يلاه بدا راسو كيسخن عليه باش يبدا يدير بحال هكذا
يكون مزوج انا وليدات باش يشوف جهه اخرى باش ويسمع هادشي ويقول بلاتي بلاتي ما علي ما نربيش شو شنو واقع فهمتي دابا على حسب كل واحد على حسب على حسب الحاله ديال اللي طيح فيها تاع الاخر الاخر الا كانت السيده مع مزيانه ولا كان كيصرف مع راسو هي عجبها الحال وعجبو الحال راه غير تمادى في هادشي هذا وسواء سواء باركونتر قول لي اخويا باركونتر الا سمع بان هادشي هذا راه ما مزيانش هادشي هذا كيضرب المجتمع كيضرب دوك الدراري كيضرب ديك المراه هاد المراه اللي غتسمع بحال هكا مثلا سي مومو اسمح ليا واخا هادشي ما عندناش في المجتمع ديالنا وما عندناش في الدين ديالنا ما غتخش هي دير بحالو تقول لك انا شنو ناقص من علاش انا ما غنديرش بحال هاد السيد هذا واش حياته انا غنشوف حياتي واش كاين ولا ما كايناش الا كنا كنهضروا على الا كنهضروا كنهضروا حنا انسانيا حنا ناس حنا عندنا الشهوات ديالنا عندنا الاغلاط ديالنا عندنا الهفوات ديالنا كيما انا خويا كان غلطي غتقول لك انا غلط واسمح ليا انت واحد النهار راك غلطتي وتحاسب معاك وهاد الحالات راه كاينين راه كاينين الحالات كلشي كاين عبد الرافي راه كاين والله الا كاينين بالله ولكن حنا ما خصناش نعطيو المصداقيه لهادشي كاين عبد الرافي كاينين الناس شوف راه كاينين دي كوبل مزوجين وصلوا واحد الدرجه انهم ما قدروش يتفارقوا لانه العائله الوليدات بزاف الحوايج واللي قرروا لانهم قالوا شوف وانا هادشي ما كنقولكش كنهضرك من الخيال العلمي راه حضرت ليه هذا راه هما بجوج عاودوهم الراجل ومرته قالوها ليا قال لي حنايا صافي حنا قلنا لانه غنديروا بحال حنا ساكنين مع بعضياتنا على قبل الوليدات بوان قدام الدراري حنايا اب وام ام زوجين وبخير ترونكيل ما كاينش دراري ولكن ما يتقبلش هذا الشيء دائما ما هذا الشيء يتقبل دائما راه بحال تيعطيو الشمس بالغربال لا راه غيجي واحد النهار واش انت غتحكم في الناس عندهم الظروف ديالهم واش بغيتي نكمل لك بعد هاد القصه هاد وهاد الكوبل هاد دايرين الكوب دايرين اللي بغى يدير شي حاجه يديرها برا الدار ترونكيل عادي كيمشيو يتلاقاو ويجلسوا ويتغداو الوليدات والعائله وشوف وقدام عائلتهم هضره بجوج معاودين ليا هادشي وقدام عائلتهم كيمشيو للويكاند كيمشيو يشوفوا والديهم يجلسوا معاهم وترونكيل والسيمانه اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها لا ماشي حل هذا السيمون لا ماشي انا كنقول لك شي كاين دابا غير القضيه النظريه النظريه كتقول انت عبد الرافع ديال نستور نديرو نسترو انا ماشي انا ماشي داكور شي حاجه كاينه وكيما نقولوا ما نهضروش عليها لا ما خصناش نهضروا عليها حيت هي كاينه وكيما خصنا نهضروا عليها باش الناس ما يعرفوش انها كاينه وراه ما كلشي يعرف انها كاينه ماشي الناس ما يعرفوش بها انها كاينه باش الناس ما يتشجعوش حتى اللي ما عمرو دارها غير يولي يديرها الا سمعها صراحه زعما زعما واحد يسمع هادشي اللي وقع هادشي مع رشيد الصفا ما في غير تشجع اخويا علاش تشجع المشاكل صدر الراس واحد هو 10 سنين عاد طاح في المشكل هادي 5 سنين ولا 6 سنين راه الا هضر مع شي واحد ولا جلس معاه وعاود ليه غادي يعاود ليه على واحد الحياه ناجحه على واحد التجربه زوينه لا لا ورا قالها غير ما تسمعاتش مزيان واحد الوقيته راه قال انا معذب ما كنعش بهادشي كامل ما كنعش هو واحد الوقيته الانسان فاش يكون معذب ومحن من قوه ديك التعذيبه والتمحينه كيكون محن من قوه العيال كيكون عيان كيبدا يضرب الطريقه هذه ديال واه سي بون انا مهاني يا زعما كيف تاخر هذاك الشيء اللي حالته مالو ولا حالته اخويا والله العظيم اخويا مالو اخويا مالك اخويا واحد ما تكفاش مع راسو والله العظيم اخويا احنا تنتكفى مع الصداع ديال الخدمه وتدخل شوف وليداتك وبخير وعلى خير الحمد لله الله يكثر فيك شكرا بزاف عبد الرافي مشرفين اخويا الله يسهل الامور اخويا الله يعاونك اخويا بارك الله فيك مرحبا خليكم معنا على اذاعه ايت راديو بغيتو ديروا معنا المشروع تيست ممكن عيطوا جربوا 0530 300 300 0530 300 300 والله يخرجنا من ضلع عيب بلا عيب